طيب، Page of Cups، مشاعر جديدة، الناس اللي مش مرتبطة في مشاعر جديدة، شخص جديد خالص، أوكي، اللي مش مرتبطين. نفس الكاتي ده ظهر في المجموعة الأولى، أنتوا لو مرتبطين فبرضو مشاعر جديدة بتحسوها تجاه بعض. كلام كويس جدا برضو. في توازن إما في حالتك العاطفية أو في حالتك المزاجية، في حالة توازن، وأنت فعلا يا جدي متزن، في عصبية شوية، عصبي شوية، إنما برضو عصبيتك يعني منطقية، مش بتتعصب بتهور يعني، فأنت في حالة توازن كويس. طاقة إيجابية، أنا بحس إنه temperance ده حاجة يعني طاقته حلوة جدا. المنظر من حواليك، الطاقة من حواليك كويسة، مش حاسس بحاجة وحشة يعني. طيب، في ذكرت الخسارة، في خسارة ما هتقع، الخسارة دي معرفش، يمكن يكون الشخص الجديد ده، لأن أنا ما بنليش بعد كده نوايا إيه، وبنلي ده كمان حزن، ألم، في حاجة مش كويسة. طيب، مش عايزة أخوفكم، بس اللي سنجل دلوقتي وفي حد داخل عليه جديد يعني بيطلب يرتبط بيه، مش هقول لك طبعا، لا طبعا، شوف جرب، بس عايزاكوا تكونوا حذرين جدا، وما تدوش مشاعر عشان بس شوية الحاجات دي، عشان الخسارة دي، عشان ما تحسش ان انت خسرت لو الموضوع ما كملش، انت تفضل في حالة الالتزام بتاعتك، الالتزام بتاعك ما يبصش. خلي قلبك في ايدك وقلبك في ايدك، اهلا وسهلا، وتشوفوا بعض وتتعرفوا كل حاجة، بس قلبكوا في ايديكوا، عشان انا خايفة من الكارت ده. كويس. بالنسبه بقى لموضوع التحول او الحاجه اللي بتتغير جامد في حياتكو دي، ان شاء الله هيكون الامباكت بتاعها او تاثيرها عليك حلو، في طاقه جديده هتجيلك، طاقه انتصار، طاقه قوه، قوه اللي هو انا مفيش حاجه بتكسرني، يعني الدنيا كده تتشقلب تتغير زي ما هي عايزه، انا ما بتغيرش، انا ما بتكسرش. ده السيف، ده ايس اوف سوردز، ده انا شخص ما بتكسرش. وقيس على كده بقى كل اللي احنا سمعناه ده، الخسارة دي لا ما بتكسرش، بتتعوض ان شاء الله. في زعل، شوية زعل من الشخص، من الحبيب ده، عادي ولا يهمني على فكرة، انا ما بتكسرش يعني. خليك من الاخر كده جامد، خليك جامد او خليكي جامدة، دي الطاقة اللي انت فيها دلوقتي، الحمد لله جاية في وقتها، لو الحاجات دي فعلا صح فهي جاية في وقتها. طيب، هلخص القرايه بسرعه، في هنا اساس لحاجه انت حاططها يا جدي، كمل، لسه عايزه شغل، احتفال، الناس اللي في حاله مستنيين خطوبه، ان شاء الله الخطوبه دي بتتم على خير، او الناس المرتبطين فيمكن يكون اجازه او احتفال بشيء، في عمليه تحول هتحصل، موت لشيء ويحل محله شيء تاني، هروب افتكر هيحصل بعد المرحله دي من التحول ده، هتبقى محتاج تهرب، مش عايز تواجه. في شخص جديد هيحاول يقرب منك، للناس السنجل، الناس اللي مرتبطين فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شريكهم، انت في حالة توازن عاطفي وذهني ومزاجي، وحاجة حلوة جدا يا جدي، انجوي. بس هنا زي ما قلنا في طاقة جديدة انت داخل عليها، طاقة انتصار وطاقة قوة، قوة غير طبيعية، وهنا برضو الكارت ده اتكرر برضو في المجموعة الأولى، في حالة مصابرة، انت شغال على حاجة عايز تكملها، وده بليز اللي تركز عليه دلوقتي، يعني سيبك بقى لو الخسارة هتقع ان شاء الله تيجي في حاجة تافهة يعني وتروح لحالها، خليك انت زي ما انت كده الفارس، شايفين راكب حصانه ازاي، متحصن وجاهز للقتال، ما عندوش مشاكل خالص. زي ما قلنا الشخص الجديد، لو في حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جدي، خد حذرك. دي قراءة المجموعة الثالثة، دي برج الجدي. منا أنا مش متابعة الأخبار، فيعني قولي لي إيه أخبار القراية معاكي الشهر ده؟ الدلو موجود يا حياة في الصفحة، الجوزاء قريب جدا يا ليث، حاضر. الثور متقال يا كنزة، موجود في الصفحة مسجل.
شكليني شغلي برج الجدي حبيبي. مصباح خليفة، انت مش عامل منشن، انت كاتب الاسم بس انا مش شايفة منشن كده، مش هتيجي، بعت لها مسج. طيب كلام كله لغاية دلوقتي صح. ميرسي يا سما، بشكرك حبيبتي. لا لا لا، بصي يا، انا نرمو هو مش وجع حبيبتي، لا بالعكس، انا عماله اقول لك قوه وطاقه وحاجات حلوه جدا. في عمليه تحول، بقول لك في حاجه هتتغير، في حاجه هتتغير. وزي ما قلت في خطوبه للناس اللي لسه يعني داخلين على خطوبه، وفي احتفال وحاجات حلوه، يعني مستحيل تبقى القراءه كلها حلوه، يعني لازم هيبقى في شويه حاجات كده مش ظريفه. محدش يخاف بليز يا جماعة، يعني اعتبروا ان الموضوع لعبة، بليز محدش ياخد الموضوع بجد. اوكي، لا يا صفية بليز محدش يخاف. خفتوا من ايه بس؟ انا مش فاهمة انتوا خفتوا من ايه. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. احنا يعني نتوقع دايما الخير، وان شاء الله ربنا يبعت الخير، ما تقلقوش من حاجة. طب يعني بعد كده ما اقولش الكروت الوحشة، ما اقولهاش، اسكت يعني؟ ده اللي انتوا عايزين يعملوا، اسكت؟ اه اتفضل. كل الناس خافت اهي. بشكرك يا محمد. طب خلاص مش هقول لكم الحاجات الوحشة تاني. بشكرك يا عبد القادر جدا. تيجي نتجوز؟ لا. طب بان هنا اللي عبد القادر، تعالى. لاك انا ستقطيع القلب وصرف حد جديد. يا ريتني اولاني، مش عارفه اقول لك ايه. ما طب يعني مش ناخد حذرنا؟ طيب مش ناخد حذرنا احسن؟ طيب اتمنى هنشوفها بعد اللايف يا روحي. طيب خلينا نشوف المجموعه الثالثه، واكتبوا لي بقى عايزين يقول الكروت الوحشه ولا لا، عشان مش عايزه حد يخاف وحد يزعل بليز. يعني نعمل فوتنج كده، وبليز الادمنز اللي موجودين راشد واحمد قولوا لي كده شايفين ايه. لو عايزيني ما اقولش الكروت الوحشه مش هقول. يا نغم مرسي حبيبتي. حفلت حاضر. لا يا أميرة طبعا مش هقول هيموت الكلام ده يا بنتي. موت للشيء، شيء يعني ممكن نفقد حد، ممكن يعني إحساس جوانا يموت. الموت ده ليه أشكال كتير جدا، بس هيحل محله شيء تاني، مش موتكم انتوا طبعا. يا ريتني ما قلت. طيب تعالوا تعالوا نشوف الحالة العاطفية. طيب الجدي عايز ايه؟ الجدي متألم يا جماعة، واللي انا حاساه من طاقة الكروت ان شريك الجدي يعني مش شخص، ما عندوش عاطفي، مش شخص عاطفي، اوكي، شخص جدي، شخص عملي، هو كده، ما عندوش دلع، ما عندوش الحاجات دي. فالموضوع ده مؤثر على الجدي شوية، نفسه في النهاية يتألم، متألم من الموضوع ده، ونفسه الألم ده ينتهي، نفسه في طاقة جديدة. يعني تقريبا الموضوع ده خلص طاقته، مش حاسس بمشاعر، مش حاسس باهتمام، شيء من هذا القبيل. شايف شريكه ازاي؟ شايفه اما ان هو عنده سر، او ان هو شخص متدين جدا. كويس. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر، واضح ان هو متدين فعلا، عايز يتدين اكتر، عايز يقرب من ربنا اكتر، ويقوم بعباداته اكتر واكتر. نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة. اقول اوكي، مستني فلوس من حد، مستني مكافأة ما. هو واضح ان هو فعلا تفكيره كله دين مادة، يعني اوكي، دي الحالة بتاعت شريك فعلا. بس هو شايفك ازاي بقى؟ شايفك عشرة طويلة قوي، حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان، وما بيشوفش منك غير كل خير.
الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا، هي طاقة جامدة. واضح ان الشريك شخص يعني مش مرن، مش شخص عاطفي، مش رومانسي، عملي اكتر، شخص عملي اكتر. طيب الفترة دي في شوية اضطرابات، اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية، النوم مش حلو، بس في حاجة هتحصل. يعني الكارت ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز، ده اتمام زواج، ناس متجوزين ده حمل، اوكي، اللي لده ولا ده، ويعني عندهم ولاد وخلاص مش هيجيبوا ولاد تاني، فلا في ارتباط قوي. انتوا حبكم يمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجد بيتمناه، او المعامله اللي هو كان نفسه يتعاملها، لكن حبكم غير مشروط، يعني مش لازم يعمل لي كذا عشان احبه، فاهمين قصدي؟ ايا كان شكلك، ايا كان طبعك، فشريكك بيحبك، فده حب غير مشروط، حاجه حلوه جدا. بس انا عايزه الجدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه، هذا البورص ده او الكائن السحليه الصغيره دي، ده شخص قريب منك وبينصحك نصائح هدامه هدامه، واحنا عارفين طبعا النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي. هو بيعاملك كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو ليه مش بيعمل لك كذا؟ هي ازاي ما بتعملكش كده؟ الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده. فانتبهوا للشخص اللي جنبكم ده اللي عامل ايه؟